السلام عليكم. صافا الخوت، كلشي وادك؟ قصه جديده. قبل ما نبداو بغينا ندويو في شي حاجه، ولو غنطول واحد شويه في هذه المقدمه. اول نقطه غندويو عليها هي النقطه ديال شي ناس قال لك دير لنا قصص طوال. لا، هادو قصار اللي درتي مؤخرا. فاش كنديروا القصص طوال كتكون قصه في 3 ايام، فاش كيكونوا القصص قصار راه شفتوني كيفاش كنخدم، يعني كنكثر. المهم ما يضيع حتى شي واحد، وتا هاد القصار كيكونوا زوينين، كيكونوا مزيانين، ما عليناش. النقطة الثانية، الناس اللي كيدويو على حاروق في التعليقات، والله إلا كتكتب غير كونوا هانين، كنوجدوا فيها باش تكون شي حاجة اللي زوينة، كان خصني نعطيها الوقت بزاف، صبروا واحد شوية. النقطة الثالثة هي الناس ديال سكيليبا اللي كيكومونتيو بغيناها، فين هو الجزء الآخر ديال سكيليبا؟ شوية صافا زعما مزيانين، أموركم مزيان، كلشي وهداك. سكيليبا قصة كدار من شهرين لشهرين ولا شهر لشهر. التفاعل فيها مؤخرا ناقص بزاف، ما غنقولش نحمدو ديك القصه بديك الطريقه، نعطيوها حتى هي الوقت ديالها على خاطرها. المهم صحاب سكيليبا غادي تعطل، باش انا ما نكونش، باش نكون صريح، حيت فاش كنعطي شي كلمه كيخصني نديرها. سكيليبا راه معطله بلا ما تبقاو تصدعوا ريوسكم في التعليقات معاها، اوموا واحد الشهر وشي لعيبات عاد غادي ندوز ليها، نحيد عليا حاروق ونحيد عليا بزاف ديال البلانات، عاد ندوز لهاديك. قبل ما نبداو تاكد واش درتي جيم، حيت مهمه بالنسبه لينا. التعليقات حتى هما غنشوفهم. الناس اللي ما دايرينش ابوني يديروها، بارطاجي الفيديو على القناه مع صحابك عائلتك اللي بغيتي. سير شي بلاصه مزيانه، تكالما مع روحك، دير كيتمان مزيانين، ويلا بينا. الدنيا راه دوارة، اليوم معاك وغدا ضدك، غنشوف نتا شنو درتي، واش تبعتي الطريق اللي تقربك من الله ولا العكس. كلنا كنعميو ليها العين، حتى كنجيبو الربحة ونقولو يا ربي غير هاد المرة، وكنعاهدك ما غنعاودش. ما كاينش منا اللي ما قالش هاد النويطة بطرق مختلفة، ولكن بعد ما كيفرجها علينا الله، كنشوفو راسنا غير راجعين لديك الطريق العوجة اللي ديجا لاحتنا في المشكل. زعما يكون بطل القصة ديالنا اللي سميتو شادي، تا هو بحال هكا، ونفترضو كاع تا هو بحالها، زعما يكون تعلم الدرس ومرجعش للطريق العوجة. تبعو معايا هاد الحكاية وغتشوفو فيها الواقع المعاش، ونقول لكم بلي فيها شي أحداث حقيقية. على بركة الله نبداو. هاد شادي هذا عنده 16 سنة، داري اللي زوين بزاف، زعير في شعرو عويناتو زرقين، صحيح وباه كان محامي، ومو مديرة ديال البنك الشعبي، يعني ميسورين. غي هو اللي عند والديه، ساكنين في فيلا كبيرة وزوينة وسط من المدينة في حي العراقي. المهم شادي قرا الابتدائي ديالو الإعدادي في مدرسة اللي خاصة بريفي، كان متفوق في الدراسة ديالو ديما من الأوائل في المؤسسة اللي كيقرا فيها. أما بما يخص الحياة الشخصية راه مخلطة بنات، دري زوين وبفلوسو وعندو تيماكس، وبعض المرات كيتحرك بالطوموبيل ديال باه، بعض المرات الطوموبيل ديال مو. شادي راه الحلم بالنسبة لأي مراهقة في عمرو، وديما ضايرين به البنات، قشلة ديال البنات. عمرو كانت عنده شي بنت وحدة في حياته ديما مخلطة تيتيس. هاد العام كانت عنده السنة أولى بكالوريا، سيزيام. هو كان باغي يقرا الثانوي غير في مدرسة اللي عادية مع ولاد وبنات الشعب. في مدرسته كان طايح مع شحال من وحدة، ملي جا وتحول للمدرسة العمومية، راه دار بلاصتو دغيا بين البنات، ولا كيجمعهم عليه بحال ديما، وكثروا عنده المعجبات وكثروا حتى الحساد من الدراري. حاجة طبيعية حيت خطف الأضواء من الدراري اللي كانوا كيقولوا راه حنا حاكمينها. واحد النهار كان شادي خارج مع ربعة هكاك، ركب على الموطور ديالو وسمع شي حد كيعيط ليه، تلفت وبان ليه واحد خونا اللي كان مشرمل. شادي على نيتو سكت الموطور، هبط ومشى لعندو، قال لي السلام عليكم. جاوبو داك المشرمل وقال لي السلام ديالك ديل سوريا، نشوف جد امك قريب من توريا مرة ثانية، نخسر لك هاد الوجع رطيطب. قال لي شادي خويا، انا التوريه اللي داوي عليها انت كاع ما كنعرفها. قال لي داك المشرمل راه كتكون معاها ومع شي بنات اخرين ديما في الساحه بلا ما تبقى تدوخ عليا. بقى كيشوف فيه شادي وقال ليه صافي غير نعس على جنب الراحه، عشيرت كان ما عارفهاش اصلا، واغلبيه ديال البنات اللي كيوقفوا معايا كيكونوا جايات غير مع شي بنات كنعرفهم.
هاد السميه ديال توريا اللي قلتي لي راه ما عمرني سمعت بها. خنزير في داك المشرمل وقال ليه اسمعني يا عمي، نشوفك حدا مرخا غادي نفرس جد امك الكلب، كثرت الهضره ما عندنا ما نديرو بها، ودابا دورميا وحيد الحضيه. قال لي شادي اسمعني انت خالي، عايرتيني في الاول وسكت ليك، وتا السلام ما رديتيش بحال عباد الله، وبقيت كنسي سمعك وحده بوحده، غير بغيت نحيد الشوكه بلادم، ولكن انت غا ما زايد فيه، ولا بصحه صب راسك راجل، حكم في ديك البنت ديالك وقول ليها هي اللي تفوت ساحتي. انت جاي كي شي دمدومه مقموع وكتقول لي انا نبعد عليها، ودابا خاي الزين الا زدتي شي هضره ماشي حتى تما غتشوف وجه اخر. بغي دوم داك المشرمل شادي بواحد البونيه، شد لي شادي يديه ولوها ليه. بقى المشرمل كيغوت بحال شي وليه، كيطلق منه شادي رجع داك المشرمل اللور وجبد جنويه من موراه وتم قاصد شادي بالخف، خوى عليه شادي وحيد عليه وشدو بقى كيعطيه فلاصه حتى ردو بحال شي كلب. نسيت انا ما قلتش لكم باللي شادي كيمارس رياضه التايكواندو وهو محترف فيها وعنده الحزام الاسود الدرجه الثانيه وبطولات اللي مشرفه في هاد الرياضه. قال لي كانوا خارجين وداخلين مع ربعه في الثانويه شافوا هاد المدابزه بين شادي والمشرمل واللي عطى فيها شادي درس لكاع هادوك اللي حاقدين عليه. بطبيعه الحال زادت الشعبيه ديالو بين البنات واكتسب معجبات كثار. ركب شادي على الموتور ديالو زاد وخلى داك المشرمل مكسل كيكلب. في الصباح في الاستراحه ديال العشره شادي تجاهل كل شيء ودخل الساحه ديال الرياضه. جاو عنده جوج ديال البنات وحده كتقرا معاه والاخرى ما كيعرفهاش. هضرات البنت اللي كانت سميتها زينب وقالت ليه الحلاوه ديالي ما كتعزلتي وحدك؟ قال لها شادي بغيت نبقى بوحدي ما كاين والو. قالت ليه راه صاحبتي بغات تدوي معاك. شاف شادي في البنت اللي مع زينب قال لها قولي شنو عندك اختي. هاد البنت اللي مع زينب سميتها توريا، بنت اللي كتفتن بالزين وتا الفورما ديالها مرسومه، ولكن شادي من داك النوع اللي هاز نيفو مع البنات، وخا تعجبو البنت ما كيبينش لها وكيتصرف ببرود وكيتقن الفن ديال اللامبالاه. هضرات هاد توريا وقالت ليه انا اللي كان داك الشمكار البارح كيدوي لك عليا، وانا اللي كنت السبب في داك الصداع وكنطلب منك السماحه. شاف فيها شادي شوفا اللي عميقه وقال ليها العنف ماشي من طبيعتي وما تربيتش على هكاك، انا فين كنعرفك وفين عمرني شفتك ولا قلت لك حتى السلام باش يجي يقصدني. قالت لي توريا انا والله ما باغي عليك المشاكل، انا ما بيني وبينه والو، انا دابا غير بغيت. قاطع شادي وقال ليها انا ما سولتكش واش بينك وبينه شي حاجه، حياتك هذيك. هنا توريا بدات كتبكي ودارت مشات. قالت لي زينب حشو مالك صاحبي، البنت راه باين في عينها بلي كتبغيك. قال لها شادي وهو كيشوف واحد الماتش ديال الباسكيت في الساحه ديال السبور، زينب انا ديك الكاسيطه ديال كنبغيك من الابتدائي وهي تابعاني طبت بها، انا البنات اللي الصداع داير بيهم ما عندي ما ندير بهم، وهاد صاحبتك اللي قال لي داك الشمكار كتكون معايا ديما انا اليوم اول مره كنشوفها ربي شاهد. قالت لي زينب راه ديما كتكون معايا وما كتحيدش عيني عليك، وقت ما شافت شي بنت قربات لك كتبغي تموت، وانا راك عارفني صريحه كنت حاطه عليك العين، ولكن ملي تغرمات بك صاحبتي انا خويت الطريق. بقى شادي ساكت واحد شويه، من بعد قال لها ما كاين لا خويت الطريق لا والو يلا معايا. قالت لي زين فين؟ قال لها بلا ما تعاودي السؤال يلا وتعرفي. مشى شادي ديمار الطيماكس ديالو ركبت مع زينب ومشاو ديريكت دازو الكارفور، شراو شي مشروبات وشي تقيوتات، وزينب ما عرفاش راسها فين غاده. من بعد ركبوا تاني ومشاو لواحد الدار معزوله كاريها شادي وجوج ديال صحابو دايرينها غير تازو فريتو الزهو، هي كانت مزعوطه فيه وعمرها خرجت معاه راس في راس، لحد الان راه ما سولاتو على والو. دخلوا بقات مبجقه عينيها في الدار اللي كانت مفرشه ومقاده ومتوله. قالت لي ديال من هالدار؟ قال لها كاريها انا وشي صحابي. قالت لي مزيانه سيدي راه غزاله تبارك الله. قال ليها كونيكتي التليفون ديالك وتلقي لنا مزيكا. ناضت كونيكتات التليفون مع الباف اللي كيطلق مزيكا وتلقى الديسك اللي هادئ. دخلت لواحد البيت وخفات على حوايجها. زينب كانت بنت اللي صميمه زوينه بزاف، عاوده في الفورما ديالها تقريبا من الحجم الكبير، كل حاجه واخده حقها. من بعد ما خفات حوايجها خرجت وبدلات الديسك وبقات كتشطح وتعوج، حيت بنت الحرام كتعرف تحرك المؤهلات ديالها. شالت العافيه في شادي، ناض دري وبدا كيشطح معاها، واحد شويه مشى طفى المزيكا، هزها ودخلها لبيت الناس. تماك وقع اللي وقع، ملي سالاو دخلوا للدوش دوشوا بجوج وخرجوا، عطاها شوشوار تنشف شعرها. من بعد خرجوا من الدار وصل حتى للثانويه. ملي وصل شادي للدار لقى ميساج من زين فيه، شادي عمرني توقعت انا وياك نعيشو دوك اللحظات، كنت فرحانة معاك بزاف. تجاهلت الرسالة هادي وما جاوبهاش،
في العشيه كانوا داخلين مع ربعه، ومشى شادي جلس اللور، وجات زينب جلست حداه حيت كتقرا معاه. قالت ليه مالك ما جاوبتينيش؟ قال ليها الحاجه من اللي كتفوت ما كنبغيش ندوي عليها، كيعجبني نهضر في المستقبل ونخطط لحوايج اخرين. قالت لي علاش كتخطط بالسلامه والعافيه؟ قال لها اعطيني مرتي لتوريا. خرجت في عينها وقالت لي كيفاش توريا؟ على داكشي اللي وقع بيناتنا شنو كيعني ليك؟ قال لها داكشي فات وما كنبغيش ندوي فيه، داكشي تمتعنا به حنايا بجوج، حنا غير اصدقاء اعزاز على بعضياتنا، راك قلتي صاحبتك كتبغيني وانت حيدتيني من بالك وخويتي الطريق. قالت لي من اللي وقع داكشي معاك عطيتيني امل. قال لها ما كاين لا امل لا زبيده، انت راكي صديقتي المفضله وديما في جنبي، الا تصاحبنا ما غاديش تصبري على الطنوعير ديالي، خوك خلاط وانت عارفه هادشي. مع العشرة عطات زينب الرقم ديال شادي لتوريا. قالت لها توريا غيجاوبني الا دويت معاه؟ قالت لها زينب اه راه هو اللي قال لي نعطيك النمره، انت صوني ليه وشوفي شنو تما. قالت لها توريا فرحتيني اختي، كنظن غيكون ندم على الهضره القاصحه اللي قال لي وبغى يعتذر مني. قالت لها زينب ممكن، المهم اللي عليا درتو، وراك عارفاني ما كنخشيش راسي في حويجات بحال هادو، ولكن انت راك اختي. في الليله الخوت صونات توريا لشادي، ما عرفش النمره وما جاوبهاش. من بعد خلت لي ميساج في واتساب، ومنين عرفها صونا ليها، تسالم وطلب منها السماحه على داك الكلام اللي كان خرج من فمو، وفهمها باللي راه كان معصب حيت ما مولفش الدابس بالاخص على المواضيع بحال هادو، وما عندوش مع العنف والرياضه ديالو ديال الدفاع على النفس، وداكشي اللي دار غير حس براسو زاد فيه بزاف ملي تكرفس على خونا في الله. حتى هي فهماتو وعذراتو وطلبت منه السماحه. من بعد قال لها غدا مع جوج شنو عندك؟ قالت لي عندي فرض ساعتين ما غنسالي حتى الاربعة. علاش؟ قال لها لا والو صافي. قالت لي لا لا تسناني مع الثلاثة نحاول نكملو نخرج في الساعة الأولى. نغد لي مع الثلاثة. خرجت توريا وخا ما خدمت تلعب في ذاك الفرض حيت كان بالها مع خونا في الله. هنا فين كيعوروها البنات بحال توريا؟ على سبيل المثال كتقمر بالدراسة ديالها على قبل واحد العلاقة اللي مبنية الحرام الحصول الله يهدي ما خلق. المهم بقات كتسنى حدا الليسي شي 30 دقيقة. عاد جا عندها وركبها في الموطور وداها لديك الدار اللي ديجا دا ليها زينب. وفي الطريق توريا دخل الوسواس، كتقول مع راسها فين غادي بيا خونا. ملي وصلوا قالت لي توريا علاش جايبني لهاد الدار؟ جاوبها بطريقته البارده بحال ديما. قال لها بغيتي نرجعك نرجعك ما عنديش مشكل. قالت لي لا غير سولتك. دخلوا وجلس شادي وجلست حدا توريا وهي باقا متوتره. قال لها خفي عليك حوايجك سخون الحال. قالت لي توريا انا مرتاحه هكا غا خليني. شاف فيها واحد الشوفه طويله وقال لها انا ما مرتاحش حيدي غير البلوزه بعدا. كي حيدت البلوزه جارها شادي لعندو بقى كيلعب لها في شعرها، دور لها وجهها لعندو وشاف لها في عينيها شوفه عميقه وقال لها حسيت بك ما مرتاحاش. قالت لي لا غير متوتره وصافي. قال لها ما عندك علاش توتري، كنوعدك ما غنديرو حتى شي حاجه حتى تكوني راضيه عليها. كي حسات بالامان ملي سمعت هاد الشيء هو ينوضها دخلوا لبيت الناس. البنت ما فهمت حتى شي وزه ولكن ما قدراتش تقاوم. الدري اللي زوين ولد عائله لاباس عليها عاطي العين وعنده واحد الهيبه وكثر من هادشي كانت كتبغيه اكيد ما غاديش تقاوم. من بعد ما قداو الغارات البنت تكرفسات معاه نيت حيت ما سبقش لشي حد قرب ليها، وتا المصاحبه ما عمرت صاحبات ولا فكرات غدير شي حاجه من هادشي اللي دارت. من بعد دخلوا دوشوا ونشفت شعرها ودازوا لواحد الكافي جلسوا. قالت لي شادي انا ما عمرني تصاحبت وعمرني درت داكشي ولا حتى فكرت نديرو. شاف فيها بواحد البرود ونزل راسو كيشوف في الكافي كريم ديالو هو كيلعب فيها بالمعلقه وقال لها تا دابا الا تنادم معاك الحال ديري بحال الا ما طلقيناش. قالت لي ما قلتش لك هكا باش نقلقك ولكن خايفه تمل مني وتكرهني حيت غتكون خديتي اللي بغيتي. قال لها هادشي ما غيكونش، عندك غنتي اللي ما تقدريش تتحملي باش تبقاي تشوفي معايا البنات وما يعجبكش الحال. قالت لي الا انت باقي غتكون مع البنات راه الا كنتي مقتنع بيا ما غتشوف حتى شي واحد اخرى. قال لها ايوا خليني نقتنع بك باش ما نشوف حتى شي واحد اخرى، غا هو غادي تلقاي صعوبه باش توصلي لهذا الشيء. قالت لي داكشي اللي درنا ما كافيكش. قال لها ما كنتيش مرتاحه وهذا الشيء ما خلانيش ناخذ راحتي، طبيعه الحال ما غنشوفوش كافي حيت ما درتيش شي حاجه بخاطرك، والحاجه اللي كتجيب الخاطر كتجيب حلاوتها، هذا هو الشعار ديالي في هذه الحياه. من بعد هذه الواقعه شادي غيب سيمانه على المدرسه وتليفونه طافي، وخلى البنات اللي مولفين يدوروا به لا هما في السماء لا هما في الارض، كل وحده وشنو كتقول له اختاروا شلا قصص والتمسوا ليه شلا اعذار. وفي النهار الاخر ديال هاد السيمانه توريا قالت لزينب علم الله اش غيكون واقع لي اختي. قالت لها زينب نسولك انت اللي صاحبته. قالت لها توريا صاحبته غا بالسميه، من نهار خرجنا ما سول فيها
ولو تب ميساج. فهاد اللحظة زينب جاها اتصال من عند شادي، جاوبته وقالت لي عمرك طويل صاحبي، قال لك انتم مدورين عليا نميمة بنت الحاج. قالت لي هو ياه، قولي يا بعدا فين غبورك؟ قال لها لعبت في البطولة الوطنية ديال التايكواندو. قالت لي امضى اش درتي؟ قال لك العادة زنطق هزطلق سلخت لك بوكملة. قالت لي بغيت لك الرضا، دابا خصنا الزغدة. قال لها جاتكم لالا الوقت اللي بغيتو، غدا بقى عندي لقب بطل المغرب في التايكواندو في الوزن الخفيف. قالت لي فرحت لك بزاف تستاهل، هاك هاك توريا بغات تدوي معاك. قال لها غنقطع دابا من بعد ونصوني ليها. ملي قطع شافت زينب في توريا وقالت لها توريا اش قال لك؟ فين كان؟ شنو عنده؟ وديالاش ديك مبروك؟ وش من زردة داوين عليها؟ نزلت عليها بجبل ديال الأسئلة. هنا زينب قالت لها كلشي اللي دار بيناتهم، ولكن شافت بلي توريا ما فرحاناش، بالعكس الحزن مسيطر على الملامح ديالها. قالت لها شنو مقلقك؟ واش ما فرحاناش ليه؟ قالت لها توريا غير مقلقة شوية وصافي، مقدر اختي يضيع حتى جوج ديال الدقائق من وقته باش يصوني ليا يسول فيها، وتا الفلوس ما عنديش باش نشارجي، راك عارفة الحالة المادية، ونفسي حارة ما نقدر نتسلف روشارج من حتى شي مخلوق. قالت لها زينب هاكي ها روشارج عندي، هضري معاه واش بيناتنا هادشي رانا اختك. قالت لها توريا والله تحشمت نطلبو منك، واصلا راه قال لك من بعد غيتصل بيا. في هاد اللحظات كان شادي مقصر مع صحابه في ديك الدار، معاهم شي بنات اخرين ما كاين غير الزهون النشاط ولا لو مالي وتقرقي بالصطالي. شادي ما كيكمي ما كيشرب ما كيدير شيشه ولا حتى شي نوع من المهلوسات، البليه اللي عنده هي لاصال ديال التايكواندو والميسكولاسيون والبنات. بعد يومين جا شادي مع العشره للمدرسه، ركب على واحد تيماكس جديد في الرمادي، كلشي بقى حال فمو. دخل الساحه وبانت لي توريا وما حاشاهاش ليها كاع، تعرضوا لي شي بنات وسلم عليهم، من بعد كمل طريقه للقسم، تلاقى بزينب وسلمت عليه، باركت لي الفوز ديالو وبقى شاد معاه الهضره. جلست زينب حداه اللور كيف العاده، قالت لي واش صونيتي لتوريا؟ قال لها لا. قالت لي تلاقيتي بها في الساحه؟ قال لها شفتها ولكن ما مشيتش لعندها. قالت لي من قلبك مجمد من جهتها، البنت صاحبي بحال زينها وفورمتها راه ما كايناش في المؤسسه، وعمر شي ولد المراه تصاحب معاها ولا قرب ليها من غيرك، كلشي كيحماق عليها حتى من الاساتذه فلان وفلان وفرتلان طامعين فيها وما عطيهمش الوقت. قال لها شادي نسي عليا هذا الموضوع، خلينا نركزوا في الدرس. واحد شويه دخل المدير والناظره والحارس العام والنائب الاول الكبير ديال المدينه، وكلشي وقف احتراما ليهم. نطق الحارس العام وقال شادي المريني واش حاضر هنا؟ ناض شادي وقال ليه هاني يا استاذ. مشى شادي لعندهم، المدير حط يده على الكتف ديال شادي وقال للنائب ها هو البطل ديالنا استاذ. شاف النائب في شادي وقال لي تبارك الله تبارك الله وليدي، راه باباك الصديق ديالي وتا ماماك غنيه على التعريف، مبروك الفوز ديالك بلقب بطل المغرب في التايكواندو في الوزن ديالك، هذا راه فوز ليك وفوز للمؤسسه وفوز للمدينه ديالنا كامله، خصنا نفتخروا بك. الاستاذه اللي كان قاري عندها والتلاميذ كلشي دهشوا من الخبر حيت ما فراسهم والو. هضر المدير وقال له سيد نائب راه قاري يجي باش يبارك لك شخصيا، المهم ما نشغلوكمش على الدرس ديالكم. رجع شادي لبلاصتو وقعد التلاميذ والاستاذه غير حالين فمهم. قالت لي الاستاذه كاع ما قلتيها لينا شادي؟ قال لها بتكبر هذه حاجه عاديه يا استاذه، راني طامع في لقب كبر من هذا. قالت لي الاستاذه ان شاء الله علاش لا. زينب قالت لي ما قلتيش لي راك وليتي بطل المغرب؟ قال لها شادي راه قلت لك ربحت البطوله الوطنيه فيك الزهايمر ولا مالك؟ المهم انا راه داير حفله في لوطيل اللي في الخارجه ديال المدينه نهار السبت. قالت لي زينب مزيان نيت باش نباركوا لك كاملين. قال لها شادي ماشي غير على الفوز ديالي، راه تب مناسبه عيد ميلادي. قالت لي زينب فرحت لك بزاف. هي انا معروضه؟ قال لها شادي الله اودي، المهم غدا غادي نجيب لك لي زانفيتاسيون، انت فارقيهم على التيتيزات ديال المؤسسه، الا جبتي شي خيبوعه نجري عليك انت وياها. ضحكات زينب وقالت ليه باز لوجهك اصاحبي، المهم عندي انا هي تكون توريا حاضره. قال لها اللي بان ليك ديريه. قالت لي زينب علاش اللي ما تعرضش لها انت اصاحبي بلا هاد البروده ديالك؟ راك عيقتي والله. قال لها بلا ما تكثر الهضره، خلينا نركزوا مع الاستاذه راه قاربوا الفروض. ملي خرجوا في الساحه كان شادي مع البنات بحال ديما، وجات توريا قصدات نيشان. قالت لي بغيت ندوي معاك. قال لها دوي كنسمعك. قالت لي بغيت ندوي بوحدنا ماشي حتى قشله ديال البنات. نضت وحده من دوك البنات اللي مع شادي وقالت لها واش ما عندك شويه ديال الكرامه؟ الدري كيسوسك بالعلالي وانت لاصقه فيه. زينب هزات النفس على صاحبتها وقالت لها هذه اللي هضرات دخلي انت يا سوق جواك، البنت كتهضر مع صاحبها انت اش ضرك؟ قال لهم شادي خليونا البنات شويه. كحزوا البنات وبقى شادي واقف مع توريا اللي قالت ليه عجبك الحال؟
حتى البراني ولا عايق بك، بغيت تسوسني. الا ما باغينيش ولد الناس قولها ليا فوجهي، قول ليا بلي خديتي مني داكشي اللي بغيتي وكرهتيني، قولها ليا وما باقيش غتشوف وجهي قدامك. شاف فيها شوفه اللي طويله وقال لها بصوت هادئ، ابنت الناس سالينا. مشات توريه والدمع في عينيها وتبعتها زينب للطواليط ديال المدرسه. لقات الشربات الروح ديال جافيل اللي محطوط في الطواليط، ولقاتها كتقج وكتخنق وهي تخرج زينب كتجري وكتغوت وكتبكي كتقول عتقو عتقو. جاو الحراس العامين والاساتذه وجات الاسعاف وداتها، جاب الله نقدوها وغسلوا لها المعده ديالها. شادي ما فراسو ما يتعاود، حيت من بعد ما هضر مع توريا هز تيماكس ديالو وخرج من المدرسه مع ديك ختنا اللي قالت لتوريا ما عندك كرامه. باينه غادي بال داك العش ديال الاحلام ديالو كيف ما دار مع زينب وحتى توريا. بلا ما تستغربوا السيد هكا داير، هكا مولف من صغره، هاد التصرفات كانوا فيه من ديما كبير معاهم، وما كاينش اللي خلاه هكا قد الاهتمام الزايد ديال البنات. وها هما كيخلصوا في الليل، صونات ليه زينب جاوبها وقال لها انا الحب ديالي. قالت ليها الزبل هذا الشمات، انت راجل انت؟ ندمت على النهار اللي عرفتك فيه، ما عمرني توقعت غتوصل بك الحقاره لهاد الدرجه، طحتي من عيني يا عفت الرجال. المهم جمعاتهم عليه وما خلات ليه ما يقول. شادي كان مصدوم حيت ما عمر شي وحده دوات معاه بحال هكا. قال لها مالك انت واكله شي حاجه؟ ما هياش. قالت لي توريا كانت غتموت بسببك، انت راجل تتابع غير الشهوه ديالك، اش ديك الفعله؟ قال لها مالها شوق عليها. هنا زينب بدات كتعاود لشادي بواحد الحقه على صاحبتها توريا، كتعاود ليه وكتلوم فيه. في الاخر قال لها ولا اش داير داكشي في راسها؟ قالت ليها ما جيتش نشرح لك، انا صونيت باش نسمعهم ليك، وتا من عائلته ما فحالهمش، كي غيديروا مع الدوايات؟ قال لها شادي غدا باغي منك ديري شي حاجه الله يخليك. قالت لي اش باغيني ندير تاني؟ قال لي غدا نتلاقاو وحده المدرسه مع العشره ديال الصباح ونقول لك. فعلا مع الصباح تلاقاو، كيتسالموا قال لها شادي البارح هزينا زينب وحطينا زينب اخرى، شنو وقع لك؟ حتى دويتي معايا بحال هكاك ما موالفاش ليك. قالت لي وعلامه الحزن في وجهها كنت شوف حاله البنت وعائلتها والله حتى تبكي الدم. قال لها شادي فين هي دابا؟ قالت لي في السبيطار ديال الدوله. قال لها اش غيديروا لها في السبيطار ديال الدوله؟ خاصها كلينيك. قالت لي زينب واش كتفلى عليا؟ ربها خدام مسكين غير في الموقف، طالب معاش وباللي جاب الله، ما غيخدم ما غلا وما فحالهمش، هالكرا هالمصاريف ها قريتها وزيد وزيد. قال لها جبت شي فلوس وبغيتك تعطيهم للام ديالها. قالت لي زينب شحال جبتي لها كاع بالسلامه؟ قال لها 30000 درهم هي اللي في الكونت. قالت لي 3 ديال المليون ماشي بزاف. قال لها شادي هاد الشيء راه والو مقارنه مع اللي درت في ديك البنت. قالت لي زينب اش هاد التغيير المفاجئ؟ قال لها المهم نخلي لك الراحه دابا انا غادي. بقات لاصقه يمشي معاها وزادت قناعته ملي قالت لي راه بزاف من التلاميذ ديال المؤسسه مشاو، ولا بد حتى هو يمشي يدير الصواب بحال الناس. ركبوا في التيماكس عفطه وحده وقفوا حدا السبيطار. مشى شادي شرا من كارفور اللي في الشارع حيت عيب يدخل بيديه خاوين. ملي دخلوا لقاو ام توريا وخوتها الصغار كيبكي وحده بنتهم والممرضه كتقول لهم اسكتوا اسكتوا الله يخليكم راه البنت عيانه، راه بنتكم ما خصهاش تهضر دابا، الحلق ديالها كله محروق. بداك جافيل ملي سمع شادي هادشي توشاه بزاف، حاول يخبي ولكن زينب شافت وجهه كيفاش ولا، ابتسمات وشافتها حتى توريا. مشى باس الراس ديال ام توريا وزينب جبدت ديك البركه ديال الفلوس اللي جاب شادي. قالت لمو توريا خالتي زهره هاد الفلوس جمعناهم من المدرسه ليكم باش تعاونوا بهم. جاوبتها ام توريا وقالت لها الله يخلف عليكم ابنتي، جاو في وقتهم انا راضيه عليكم، مرضت تسمع الارض، انا مفرشاكم برضه ومغطيكم برضه. كدعي ام توريا وكتبكي مسكينه حيت ما حاش بالمزود غير اللي مخبوط به. بقى شادي غير كيشوف توريا وعينيها بحال ويهبطوا منهم الدموع، وكي خرجت امها وخواتاتها قال شادي لزينب تخليهم بوحدهم بصوت متقطع. بعد ما خرجت زينب سد شادي الباب ودار لعند توريا وهي تفرقع كيبكي بهستيريا، كيقولها سمحي لي يا توريا راني ما قدرتش نقول شي حاجه اكثر من هذه غير سمحي لي بزاف. فهاد اللحظات بدات توريا هي كتبكي، قرب منها وعنقاته بداو كيبكيو بجوج. بعد شي 15 دقيقه قال لها شادي المهم نخليك ترتاحي يا توريا، ندوز عندك من بعد ان شاء الله، وملي تكوني بوحدك صيفطي لي ميساج ونجي لعندك. توريا ما قدراتش تهضر ولكن غير بالاشارات لمحات ليه بلي ما عندهاش الصولد، فهمها وقال لها انا غنصيفطها لك توريا كوني هانيه. لمحات ليه بلي ما بغاتهاش، قال لها شادي انت قولي وانا نقول، وما غيكون غير داكشي اللي كنقول، غنصيفطها لكم ملي تكوني بوحدك صيفطي لي ميساج. شافت في توريا واحد الشوفه ديال الحنين وابتسمت ابتسامه زوينه،
خلات شادي حتى هو يبتسم لاول مره في وجه توريا. من بعد خرج تلاقى بامها في الطريق وقال لها خالتي اللي احتاجيتوها قولها لزينب باش تقولها ليا. قالت لي زهرة ام توريا واخا وليدي الله يكثر خيرك. خرج شادي من السبيطار ولقى زينب كتسناه. ركبوا في الطيماكس تحركوا لعند اول حانوت صيفط لتوريا روشارج. من بعد قالت لي زينب اش درتي في الحفله ديالك؟ قال لها ما بقات بو حفله. قالت لي ما يحسبش لي غتاثر فيك توريا حتى لهالدرجه. قال لها ما حملتش راسي ما كنبغيش بنادم يتاذى بسبابي. قالت لي زينب عندك الصح وتنا سمح لي على الهضره القاصحه اللي قلت لك البارح. قال لها ما قلتي غير الصراحه المهم احنا وصلنا لجيت داركم خليت لك راحه. سلمت عليه زينب ومشات. من بعد مشى شادي للدار دخل البيت وسد عليه حل تليفون ولقى ميساج من عند توريا. الحوار اللي غنقول لكم دابا هو اللي دز بيناتهم في الميساجات زعما في الواتساب. توريا ما كانتش كتقدر تهضر يعني كيدويو كتبه. الميساج الاول من توريا كان فيه فرحتيني ملي جيتي لعندي شكرا بزاف وشكرا على التعبئه. كانت الكارت سيم ديالي غتموت وعتقتيها. قال لها شادي الا لا نديرو لك كاع لابونمون غير صحي ورجعي لينا بخير على خير. قالت لي توريا ربي يخليك قبيله بغيت ندوي معاك وما قدرتش. قال لها شادي باش كتحسي ملي كتبغي تهضري؟ قالت لي حلقي طيب ومحروق بحال الا شربت مقراج ديال الماء سخون. قال لها شادي سمحي لي بزاف والله ما قصدت المهم نخليك دابا من بعد ونكملو. مشى شادي بوحدو جنب البحر بقى كيشوف في الماج ديالو وكيفكر في حياته وكيعايشها. لقى بلي هذيك الطريق ما خداماش ديال التخلاط والتفلية على بنات الناس ولكن اكتشف هادشي معطل حيت واحد شويه غيسمع اكفس خبر في حياته. صونات ليه ريم. ريم كانت وحده من صحابات شادي في عمرها 16 سنه ماشي بنت يعني فاقده العذريه ديالها وماشي شادي هو السبب حيت فقداتها قبل ما تصاحب معاه والحاله الماديه ديالها لاباس عليها بوك وحبه كتر من شادي كاع. كيصونات ليه ريم سلمت عليه بالتعناب والكلام المعسول. قال لها ريم صونيتي في وقتك بغيت ندوي معاك خصنا نتلاقاو. قالت لي يجي عندها الجرده اللي حدا الفيلا ديالهم ولكن هو قال لها باش تجي لعندو للبحر حيت البلاصه اللي هو فيها دابا كتعرف ريم وسبق لها جات معاه لهنايا. قطع لها بيل وبعد شي دقيق وصلت ريم سلمت على شادي وقالت ليه شنو اللي مخلي حبيبي معبس بحال هكا. قال لها ما عرفتش منين نبدا لك. قالت لي جيني من الاخر حتى هو ما عطلهاش قال لها بغيت نتفارقوا. جاوبته مصدومه وقالت لي كيفاش؟ قال لها انا كنبغي وحده اخرى. قالت لي واش من نيتك باغينا نتفارقوا؟ قال لها اه. قالت لي اوكي ملي نطلع للطاكسي غيجيك ميساج مني احبيبي ملي تقراه عندك تلوح راسك من فوق هاد الصخر هذا. قال لها الا عندك ما تقولي قولي هنا نيت فوجهي. قالت لي خليت لك راحه احبيب قلبي. من بعد ركبت ريم في الطاكسي جا لشادي ميساج منها فيه نتمنى تكون ما نعستيش مع ديك اللي كتبغيها حيت انا حبيبي مريضه بالسيده تخورتي يا ولد الحاج سير داوي راسك الشماته انسيت السيده ما عندها دواء مالك غتاكل القوت وتسنى الموت. شادي من كثرة الصدمة اللي شاف في الميساج بقى مدهشر وكيشوف في الطاكسي اللي ركبت فيه ريم ومخلوع ومسمر في بلاصتو ما قاد كاع يتحرك. كان غير حماق عرف من بعد بلي ملجأ واحد اللي عنده هو الله وتفكر الآية الجميلة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واللي الشرح ديالها هو الله سبحانه وتعالى ما كيعطيش مصيبة لشي واحد إلا وعارف بلي غيقدر يتجاوزها. باش يرتاح شادي بقى كيقرا في القرآن وكيبكي وكيقول يا ربي يكون هادشي كذوب سيدي ربي يا ربي فكني غير من هادي وكان عهدك ما نعاودش يا ربي لا بصح مريض في السيده شنو ذنب البنات اللي كنت معاهم يا ربي بالقدره ديالك عاوني بغيت داكشي يكون كذوب يا ربي حتى الا كان بصح عطيني الصبر والمقدره باش ندوز من هاد المحنه هادي يا ربي لا بصح مريض بداك المرض الخبيت ما نبغيش ربي يكونوا البنات اللي كانوا معايا تعادوا مني. بقى كيدعي وكيشكي وكيبكي على الله سبحانه حيت عارف محنه بحال هادي ما كاينش اللي غيعاونو من غير سيدي ربي. اما البشر راه اي واحد غيعاود ليه غيشوف فيه الشوفه ديال الشخص المصاب واخا حتى شي حاجه ما مأكده لحد الان. صونا لواحد صاحبه من الطفوله جاوبو صاحبو حسام وقال ليه فين العود اش تما؟ قال لي شادي انا حدا البحر في البلاصه الفلانيه جديني راه عندي الطيماكس وما قادرش نسوق بها والله فيا السخفه والدوخه. بالزربه جا حسام سول شادي على السبب ديال اللون ديال وجهه المخطوف وما قال ليه شادي شي حاجه. وصلوا حتى للدار ويدخل شادي حتى البيت ديالو سد عليه الباب دوش وتوضى الوضوء الكبير وحتى الصغير خرج صلى صلاته قرا القران وجلس كيفكر وكيبكي. جاوب بزاف ديال الرسائل من توريا ما قراتش شي وحده منهم
صون غير الغيم لقى تليفونها طافي، خلى ليها رسائل في الواتساب وفي انستغرام وفيسبوك حتى من تيليجرام وما جاوباتوش. المهم فكر يمشي يدير التحاليل، ولكن الجراه ما عندوش باش يسمع النتيجه، وحيت التحاليل ديال السيده راه كيخرجوا في 5 ديال الدقائق فقط، 5 ديال الدقائق تحدد مصيرك. دارها في الظله، وديك الليله ما نعش نهائيا. مع الصباح فاق مشى للمختبر ديال التحاليل، دار التحاليل وكيتسنى النتيجه ودموعه نازلين من الخوف، وكيردد في الايات القرانيه. جات لعندو الطبيبه وقالت ليه والنتيجه ديالك طلعت سلبيه، مبروك عليك، ما فيك والو، صحتك مزيانه. شادي من الفرحه نقز على الطبيبه باسها وقال الحمد لله بصوت لي مرتفع. خرج شادي وتلاقى بواحد السعايه مسكينه عندها اليتامى، جراهم معاها، خلاهم مشى للبنك جبد 2000 درهم من حساب ميمتو وعطاها لديك السعايه. البطاقه البنكيه ديال ميمتو كاينه عنده، حيت طلبها منها هاد الصباح، وحيت الحساب ديالو ما بقى فيه والو. داكشي اللي كان فيه عطاه لزهره ومتوريا، هز يدو السما في الشارع وطلب من ربي يغفر ليا على كاع داكشي اللي سبق ليه دار في بنات الناس. من تماك نيشان للسبيطار في الناس توريا، ما لقاهاش ملي سول عليها واحد الفرمليه، قالت لي بلي خرجوها هاد الصباح هذا. صونا شادي لزينب وقال لها بلي مشى عند توريا وما لقاهاش، قالت لي بلي راه خرجوها نيت الصباح، راني عندها دابا في الدار، جي الا بغيتي، كاين حتى شي اصدقاء ديال الدراسه، بنات ودراري. قال لها تتخوى الدعوه وعيطي ليا ونجي. قالت ليها غير شد الطريق، هادو دابا غيمشيو في حالهم. المهم شادي مشى لكارفور شرا شي سقاطه وشي ديسير وشي حليب وعواصر، هادشي كامل على ودي التورية، حيت هما اللي غتقدر تاكلهم ولا تشربهم اذا صح التعبير. المهم مني وصل صونا زينب تعرضت ليه وتمو داخلين لذاك الكاريان الشعبي، غادي في الكاريان والناس كتشوف فيه، كان لابس مزيان والموتور باقي جديد، كلشي كيشوف فيهم قابلو. وصلوا خرجت عندهم ام توريا رحبت به، وخرجت ولدها الصغير جلس فوق من الموتور باش يبقى حاضيه، حيت ما عندهمش فين يدخلوا في الدار الصغيره. المهم مع الدخله لاحظ شادي الحاله اللي عايشه فيها توريا وبقات فيه. ملي عطى الام توريا داكشي فرحات، مد الام توريا ديك التقديه وهي تفرح، ويمد لها واحد 1000 درهم ودعات معاه وشكراته وفرحات بهم مسكينه. دخلوا شافته توريا فرحات حتى هي، سلم عليها خرجت زينب وخلاتهم راس في راس. هنا زهرة أم توريا شدت زينب وسولتها، قالت لها بنتي زينب شكون هاد الغزال؟ قالت لها زينب راه هو اللي جا معايا للسبيطار. قالت لها زهرة عاقل عليه ولكن ما قلتيش ليا شكون. قالت لها زينب كيقرا معانا. قالت لها زهرة أحياني فيك العفريتة، حاطة علي العين. قالت لها زينب على بنتك خلات لينا منين ندوزو ليه؟ قالت لها زهرة على بينو بينها شي حاجة؟ قالت لها زينب تقريبا، دابا تفهمي من بعد. تبسمات لها زهرة، قالت لها زينب شوفي يا خالتي، ديك 3 ديال المليون اللي عطاتك في السبيطار هو اللي عطاها من جيبو، ما جمعناهاش في المدرسه كيف قلت لك قدامه، حيت راه ما بغاش يبين وبغاها مستوره. قالت لها زهره ولد الخير الله يرزقه ويفتح ليه بواب الخير والله يرضي عليه. نرجعوا لشادي وتوريا، شد شادي لتوريا في يديها وقال لها انا نهضر وانت غير سمعي ليا، انا نادم بزاف والله، انا راني نادم بزاف والله، شاهد عليا طريق البنات عطيتها اتساع، داكشي ما واكلش وما دايمش. وحاجه اخرى، ملي وقع عليك هادشي أجلت الحفلة ديال التتويج المشروكة مع حفلة عيد ميلاد ديالي، وغيت نوضي على رجليك غادي نديرها إن شاء الله. كتبت لي توريا في التليفون ومداتو ليه، كان مكتوب إلا درتي الحفلة قبل ما نولي لاباس غادي نقجك. ضحك شادي وقال لي غير نوضي على خير وما يكون غير الخير. بعد أسبوع من دابا كرا شادي القاعة الكبيرة ديال العراسات اللي في المدينة وعرض على الأصدقاء ديالو. المهم الغاشي كتير والبنات كتر من الدراري أضعاف مضاعفة. ما عرفناش علاش شادي عرض على البنات بزاف، وخا قال توريا بلي راه تاب، ولكن من بعد غنعرفو. واش نقولو هنا ديك المقولة ديال عادة حالمة إلى عادتها القديمة، ولا الدور الدور ترجع لموكادور؟ الناس واكلين شاربين ناشطين فرحانين. هنا زينب مشات لعند شادي وقالت ليه عرضتي على بزاف ديال البنات من المدرسة ديالنا، ولكن توريا لا. علاش؟ قال لها شادي خلينا من هذا الموضوع، خلينا ندوزو الحفلة زوينة. قالت لي زينب قلقتيني والله. قال لها صافي نسي الموضوع يا زينب. المهم بدا الدي جي مزهي ليهم الحفله، وما كاين غير الشطيح والرديح والبنات لابسين داكشي قصير، ما كاين غير الله يعطيك صحيحتك. جات الوقت اللي فتح فيها شادي الهدايا اللي جاو ليه من عند الناس. في الاخر شادي هز الميكرو وقال نتوما صحابي وحبابي وخوتي وخواتاتي، ما عرضت عليكم هنا حتى دايركم في مقام اللي كبير في قلبي، بغيت نقول لكم شي حاجه. الحمد لله ناجح في الدراسه ديالي وناجح في المسار الرياضي ديالي، وغاضيين عليا والدي ومدعميني الحمد لله على كل حال.
الخبر اللي بغيت نشارك معكم هو انني بغيت نخطب واحد البنت معانا هنا في القاعه، عجباني وباغي نكمل معها ديني، وعرفت على الوالدين ديالي ودواو مع والديها وقبلوا بنا الحمد لله، وغنبقاو مخطوبين لبعضياتنا حتى ناخذوا البكالوريا ديالنا وان شاء الله نتزوجوا، وراكم معروضين كاملين للعرس. كل شيء بقى حال فمه، وحده كتسول الاخرى واش انتي وزينب طالع عليها الدم، حيت صاحبتها توريا اصلا ما كايناش في القاعه، يعني ماشي هي اللي كيهضر عليها شادي. قاطعهم شادي وقال لهم هالبنت اللي كنهضر عليها تفضلي دخلي. تفتح واحد الباب كيدخل القاعه اللي فيها الحفله، وبانت واحد البنت غزاله لابسه عبايه ودايره الفولار. كلشي تصدم حيت هاد البنت كانت هي توريا اللي حاولت تنتحر على وديت شادي. كاين اللي فرح وكاين اللي حسدها. نقزت زينب من البلاصه اللي جالسه فيها ومشات كتجري عنقات صاحبتها، كانت كتبكي بالفرحه. شويه تلقات منها وشد لها شادي في يديها، بس ليها يديها قدام الناس وجبد واحد الخاتم ركبوا ليها، قال مدعوين في الحفله بدأوا بالصلاه والسلام على حبيب الله عليه الصلاه والسلام. سالات الحفله وكل شي كان فرحان، بدا بنادم كيمشي في حاله. زينب هي وتوريا قراو انهم يمشيوا بجوج. شادي شد الطريق حتى للدار ديالهم، دخل عيان دوش وتكى ناس. الصباح بكري فاق ناشط، معول انه يعلم والدي باش يمشيو يخطبوا ليه توريا، ويجي واحد لابيل. جاوب في التليفون سمع صوت ديال واحد المراه قالت ليه واش السي شادي المريني هذا؟ قال لها اها شكون معايا لالا؟ قالت لي معاك المختبر المسؤول على الفحوصات. تخربق شادي وبقى ساكت. قالت لي ديك السيده معاك الدكتوره منال، الدكتوره اللي تكلفت في الفحوصات راه غلطات في النتائج، غادي خصك سيدي تعاود تجي لعندنا باش نديرو لك فحص جديد وسمح لنا على هذا الخطأ هذا. شادي قام جاوبها طلق التليفون من يده حتى طاح، بقى كيشوف في الحيط، بقى عارف ما يدير. جلس في جنب الناموسيه ديالو وجات واحد الهستيريا ديال البكا وديال الكحبه، كان حاس بلي صافي دار عقلو حياته تكادات، ولكن هاد الشي اللي تقال ليه بحال غيب ليه الحفله كامله. لبس حوايجو واتصل بواحد الطبيب كيعرفو من يمتى، وعاود ليه المشكل ديال التحليلات. هذاك الطبيب قال ليه التحليلات على السيده بعض المرات كيكونوا مغلوطين، كيكونوش صحاح 100%، خصك ديرهم وتعاود ديرهم باش تاكد. فهاد اللحظه بحال جات شي تصرفقه صحيحه للوجه ديال شادي، ما بينش شي حاجه، قطع لابيل وبقى تالف في بلاصتو شادو الخوف. خرج مشى لواحد المركز دار التحليلات ديال الزهري وديال التهاب الكبد بي او سي وديال السيده، وجهو كان مخطوف منه اللون. جلس فواحد الكرسي كيتسنى. بعد 10 ديال الدقائق خرج عندو واحد الطبيب، دا معاه لواحد البيرو، شي اللي خلى شادي يشك بزاف. جلس قدامه وقال لي داك الطبيب مبروك عليك اسيدي راه ما عندك حتى شي حاجه. قال لي شادي واش متاكد؟ قال لي اه متاكد، الا بغيتي نعاودو التحليلات ما كاينش مشكل اميسيو شادي. بقى شادي تما، عاودوا لي التحليلات 3 ديال المرات بنفس الطريقه، تاكد مزيان بلي ما في حتى شي حاجه. رجع بسرعه لدارهم، هز احسن فيست عنده، هبط لعند والدي قال لهم دابا تمشيو معايا باغي نخطب. والدي ما كدو يقولوا ليه والو بلا ما يسولوا حتى على البنت شكون هي. لبس با حوايجو هو والام ديالو، ركبوا في الطوموبيله وركبوا من موراهم وتحركوا لواحد المارشي كبير، تقداو كاع داكشي اللي كيلزم في الخطوبه. تحركوا بالطوموبيله وشادي كينعت لهم حتى قربوا لجهة الكاريان. بدا الاب ديال شادي كيسولو، قال ليه فين حنا غادين؟ راه بقى قدامنا هنا غير الدواور والكاريانات. قال لي شادي اه تما فين غنمشيو؟ دارت امو قالت ليه واش من نيتك؟ هاد البلاصه ماشي من المستوى ديالنا. دوا باه وقال ليه بلا ما دير الوالده ديالك، الا حبيتي شي وحده من قلبك ما كاينلاش تشوف المستوى ديالها ولا ديال والديها، المهم هي بمن غتزوج. وغنعطيك اولدي 3 ديال النصائح غيمشيو لك مزيان في الزواج. اول نصيحه هي الصبر، وثاني نصيحه هي الصبر، وثالث نصيحه راه هي الصبر. بقى شادي ساكت وبدا كينعت لهم كيدخلوا مع الكاريان، والدراري الصغار اللي في الكاريان تابعين الطوموبيله حتى بلاصه واحده الدار ديال توريا. هبط شادي هز البوكي ديال الورد وهزين شي تخربيق،
مو بقات غير ساكته. دقوا في ديك الدار وحلت لهم زهره، وكي شافتهم بدات كتزغرت. دخلت الناس جلسوا، شادي جلس وسط منهم وكيدور في عينيه. سول امي زهره قال لها فين هي توريا، قالت لي ها هي شويه وتشي. بقات موت شادي كتشوف في الدار، اما باه فكان مبتسم واحد الابتسامه اللي زوينه. بعد شي دقيق حطت امي زهره اللي قسم الله وجلسات، وجبت توريا حتى صلت بهم. جا ديركت من الخدمه لابس حوايج الخدمه، سالم مع الناس وريح. واول من خذ الكلمه هو الاب ديال شادي، قال لبات توريا حنا جينا سيدي نخطبوا في بنتك لولدنا على سنه الله ورسوله. وقبل ما يجاوب داك الاب سمعت زغريته ديال الام في الكوزينه على اساس الموافقه. دخلت توريا هزه واحد البلاطو ديال القهوه حطاته، وفاش شافتها الام ديال شادي تبسمات لولدها وقالت ليه الزين بعدا راه كاين. ما جاوبهاش. دازوا الامور على خير وخرج شادي بعد ما زقوا مع الناس لوقيته ديال العرس. ركبوا في الطوموبيله وتحركوا العائله ديال شادي حتى الفيلا ديالهم. دخل شادي بدل عليه دوك الحوايج ومشى ديريكت لاصال بدا كيدير سبور. فاش سالا من لاصال لقى شي 60 ميساج واصلوا من عند توريا، كلهم ميساجات كيعبروا على الفرحه ديالها والشكر ديالها، وكان عاجبها الحال بزاف. هادشي فرح شادي كتر من القياس. الشخص اللي كان بارد دمو تبدل ولا انسان اللي مزيان. يمكن البلان ديال المرض غير فيه بزاف الحوايج، والبلان ديال محاوله الانتحار ديال توريا حتى هو بدلو. بداو في التجهيزات ديال العرس، وعرض شادي غير على الناس المقربين وحتى توريا كذلك. دازت الليله ديال العرس زوينه بزاف، وشادي الليله كامله وهو حال فمو كيضحك ويفرمس، اما واحد توريا غير حاضره راسها وكتبسم. تزوج شادي هو وتوريا، وبقاو متبعين الدراسة ديالو. وفي نفس الوقت بدا شادي كيعاون باه في الخدمة ديالو باش يدبر على راسو، حيت دابا من موراه عائلة. سكنوا بجوج منهم في نفس الفيلا مع الأب والأم اللي كيتعاملوا مع توريا بحال بنتهم. دازوا شهور على الزواج، شادي ولا شخص آخر بعيد على البنات. كانت توريا كافية بالنسبة ليه، كانت البنت الوحيده اللي باقي كيدوي معاها هي زينب. نهار على نهار الحاله الصحيه ديال توريا بدات كتدهور، بدات كتضعف حيت مبقاتش عندها الشهيه، وبدا واحد الحبوب كينوض ليها جيت عنقها. وفي واحد الليله جات السخانه بزاف. قال شادي بلي الصباح غيديها للسبيطار، ولكن في الصباح صبحات بخير. شي اللي خلاها غادي يقول هادي غير مرضى ديال 24 ساعه وصافي، ولكن هنا كان الغلط. تنسى داك المرض وبقى كلشي غادي مزيان. حتى شد شادي الباك ديالو هو وتوريا، وبداو باغيين يقراو باش يمشيو يقراو في شي دوله واحده اخرى. منين زكاو الدوله اللي غيمشيو ليها، فداك النهار في الليله بدات توريا كتقيا بزاف. الام ديال شادي منين سمعت هادشي حساب لها البنت حامله، مشات وقفت معاها وفرحوا بزاف حيت هادي علامه ديال الحمل، ولكن ما تحقوش. بعد اسبوع بالضبط الحاله ديال توريا بدات كتدهور. هنا داها شادي للسبيطار باش يسمع أسوأ خبر في حياته، توريا فيها السيده. منين قالها لي الطبيب صاحبه طاح شادي على ركابيه قدامه، بقاش قد ينوض بحال تشلل. وقفوا داك الطبيب صاحبه وجلسوا من واحد الكرسي، وبدا كيحاول يشرح ليه باللي يمكن يكون شي علاج، وراه كاينين ادويه اللي كيحدوا من القوه ديال هذا المرض هذا. بقى شادي كيبكي وكيدوي غير بوحدو، وفجأة شاف الطبيب وقال ليه واش كاينه شي نسبة مئوية أن يكون أنا اللي عاديتها بهاد المرض، واخا أنا ما فياش دابا المرض. واش كاينه شي نسبة مئوية يكون انتقل ليا المرض ولكن ما أثرش فيا حتى انتقل لها هي وأثر فيها. بقى الطبيب كيشوف فيه حيد النظاظر وقال ليه اش غنقول لك، الحالات قلال اللي كيوقع عليهم بحال هكا. يمكن يكون الجسد ديالك مضيف ديال المرض، ولكن المرض ما تحركش في الجسد ديالك كاع، او بالاحرى مات. المشكل انه الجسد ديالها داز ليه المرض وعندها هي حيه، حيت السيده فيها الانواع. قال لي شادي وكاينه شي نسبه باش نكون انا باقي مريض بها؟ قال لي شحال من مره درتي التحاليل؟ قال لي شادي في الطوطال شي 4 ديال المرات. عاود دار لي الطبيب التحليله، تاكد مزيان بلي الجسد ديال شادي خالي من السيده.
ولكن أكد الشادي بلي ممكن يكون شادي هو اللي عاد توريا. دار شادي جهدو كامل باش هاد الخبار ما يوصلش لتوريا ويخرجها من السبيطار. وفعلا داكشي اللي دار، فاش سولوه في الدار شنو واقع قال لهم بلي كلات شي حاجه مسموها، دابا راه صافا. ما عاودوش سولوه. قرر شادي انه يسافر لدوله واحده اخرى وبدا كيوجد الوريقات ديالو وديال توريا بلا ما يقول حتى شي واحد شنو واقع، حتى من توريا ما كانتش عارفه. وفعلا داروا تاريخ باش يمشيو لامريكا. بعد 15 يوم قلعت بهم الطائره لامريكا. كان شادي موجد كل شيء تما، كرا واحد الدار زوينه. وبعد يومين دوزوها ديال الراحه بدا كيدور بها في السبيطارات. لحد الان توريا ما قد يقول ليها والو، والسبب ماشي حيت غتشك بلي هو اللي عادها، السبب انه توريا غادي تقول بلي هي تعادت من شي حاجه اخرى ولا من شي شخص اخر، واخا تكون هي ما دايره والو. وشادي كان عارف مزيان منين هزات هي المرض. سبيطار من مور سبيطار، طبيب من مور طبيب، الادويه بدات كدار ولكن ما كان شي نتيجه اللي مباشره. هادشي غير كيعطل الجسد ديالها، ولا رقيق بزاف، كتكحو بالدم مره مره، كتسخف بزاف، المناعه ديالها صفر، واي حاجه شدات فيها كتبقى فيها. دار شادي جهدو كامل وبدات توريا كتفهم شنو واقع لها. حتى الواحد اللي لا سولاته بقى ضاغط عليه حتى صراحة بلي راه فيها السيده. اول حاجه دارت هي بدات كتحلف لي بلي ما عمرها دارت شي علاقه مع شي حد وما يمكنش تكون دازت لها السيده. بقى شادي هنا واحل بين انه يصارحها ولا لا، ولكن في الاخر فكره انه ما يصارحها بوالو غلبت عليه. بقى مقابل الصاله ديالو متبع مع الدوايات، وفين ما كيعيط لهم شي حد من المغرب كيطمنوه بحالهم بحال ما واقع والو. الحاله كتدهور وعرف شادي بلي وقت النهايه قريب. قرر مزيان بلي غادي يبدا يدير اي حاجه تقدر تفرح توريا. بدا كيدور بها وكيسافر بها ويجيب لها اللي بغات، يلبسها اللي بغات، اي حاجه قالتها تلقاها قدامها وخا يحيدها من لحمه. ما استسلمش في فكره الشفاء، وبقى مره مره كيسول ويقلب وكيتمنى لو تختار شي دواء لهذا المرض الفي اي اش. بعد ما كيقول لي الاج اي في السيدا او الايدز في 1981، لانه العلماء في الولايات المتحده الامريكيه على هذا المرض هذا متلازمه نقص المناعه المكتسب الايدز. بعض العلماء كيقولوا بلي المرض تفشى اولا في بعض الدول في افريقيا، ولكن المعلومه المؤكده انه بان في ميريكان. للاسف بقاو غير شي ايامات ولا شهور في حياه توريا. ردها شادي للمغرب، شافوها العائله وحتى والديها في بلاصه مرض السيده، قال لها نقولوا الكونسير، وبقاو مخبين فكره السيده. وقال لها بلي هو تيق بلي المرض ما جاهاش من شي شخص ولا شي حاجه بحال هكا، حتى هي اقتنعت بفكره انها غتموت. وبداو في دوك المراسم ديال الوداع، الصلاه والدين، الضحك والتقشاب والماكله. واخا ما عندهاش الخاطر، ولكن كيحاول يبز عليها انها تاكل، وكيحاول انه يخرجها من ديك الحاله. حتى جا النهار ديالها، في واحد الليله بدات كترعد بزاف، فيها البرد واخا الحال سخون. الجسد الهزيل ديالها ولاو فيه كيلوات اللي محسوبين. شعرها ما بقاش بدوك الادويه اللي كتستعمل. هزها شادي وداها للسبيطار بسرعه. للاسف فقدت حياتها في السبيطار وهي شاده لي في يده. هنا كانت النهاية ولا الموت ديال توريا، أو بالأحرى الموت ديال شادي. شادي اللي كان في الأول مخطئ وفي الأخر بدا كيصلح الأخطاء ديالو، طبعا تاب لله عز وجل. ولكن البلاء كيعطي الله غير العباد اللي كيبغيهم. توريا مشات وخلت من موراها شادي نصف روح، النص التاني ديالو مشى معاها. من مور الموت ديالها ومن بعد ما دازت الجنازة ديالها بدا شادي مقابل غير الصلاة والدين والخدمة، ما بقى كيدير حتى شي نشاط واحد اخر في حياته. سد كاع الابواب على الناس ولا اصحابه ولا قريب غير من عائلته. كل شهر كيوصل مبلغ 10000 درهم لزهرة موت توريا. ما عمر شادي سمح لراسه. وخمشيتي وخليتيني على كتير.
هنا سالت القصة ديال شادي هو وتوريا. أصدقائي القصة سالت، نتمنى تكون عجباتكم في المستوى المطلوب. قصة فيها بزاف ديال الدروس. الدرس الأول أنه الدري ما خصوش يكونوا فيه شي حوايج خايبين غتذكروا في القصة، والدرس الثاني كان البنات ما خصهمش يكونوا مدفقين هكاك، حتى هو درس. والدرس الثالث جو بونس الانفتاح ديال الأم منين جا شادي يشوف بنتها تقبلت فكرة أنه معاها، وهذا ما غاديش نبقى ندخل في الدروس، اختاروا اللي عجبكم منهم خذوهم والخايب حيدوا عليكم. يلا أحبكم في الله، ليلة سعيدة، أديوس أميغوس. So
تنسى ولو يجوا منك خمسة لازم علينا نصبر ونصبر ونصبر داهم الخطر والخطر لازم علينا نصبر ونصبر داهم الخطر والخطر وبزز مني نرضى باللي جيني واخا مشيتي وخليتيني عليك انتي ما قدرنا عيني وبنسي اللي بينك وبيني وبزز مني نرضى باللي جيني واخا مشيتي وخليتيني عليك انتي ما قدرنا عيني وبنسي اللي بينك وبيني وما تقوليش مشيت لحنينة وخلتني الوردة اللي ما عمرها ما جرحتني ما خلت وصايا ولا قبل ودعاني تفكرت اخر مرة حضرتني قالت ما تخلينيش جاوب ما تبكيش افتك بعمرك انا باش تعيش هاك القلب راويك واخصنيش يا الفروشة بقيمايا غطريش استوار دمور جمعتنا والحب اللي كان بيننا بس جامي تنسى ولو يجيو عندك خمسة انا هديتك قلبي صبرني يا ربي بس جامي تنسى ولو يجيو عندك خمسة لازم علينا نصبر ونصبر ونصبر ده حلم خطر والخطر لازم علينا نصبر ونصبر ده حلم الخطر وما بالخطر وبزز مني نرضى باللي جيني واخا مشيتي وخليتيني عليك انتي ما قدرنا عيني وبنسي اللي بينك وبيني وبزز مني نرضى باللي جيني واخا مشيتي وخليتيني عليك انتي ما قدرنا عيني وبنسي اللي بينك وبيني وما تقوليش مشيت لحنينة وخليتني الوردة اللي ما عمرها ما جرحتني